الحمد لله رب العالمين. لو عاوزين فعلا اقتصادنا يبقى فوق ونسبه بلدنا، لازم في الاول نكون ايد واحده، نعمل نخلص العمل لله، نقتدي بالانبياء، نكون ايد واحده، نضرب على يد الفساد. لازم نضرب على ايد الفساد، لازم كل مفسد ياخد جزاؤه، لازم كل انسان بيسعى للتخريب وللهدم يكون له نهايه. لازم نهايه للفساد، ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها، وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره، ولا تنس نصيبك من الدنيا، واحسن كما احسن الله اليك، ولا تبغ الفساد في الارض، إن الله لا يحب المفسدين. ليه؟ ربنا أصلح لنا الأرض وخلنا الأرض مليانة بالخير، وإحنا بنفسد في الأرض. لازم نضرب على كل إيد بتفسد، لازم نقف كلنا قدام كل إيد بتخرب. الناس اللي ماتوا ماتوا محروقين. ألا إن كل حريق شهيد. دول شهداء عند ربنا. الحريق شهيد، كما أن الغريق شهيد، فالحريق شهيد. اللي ميت محروق ده شهيد، شهيد عند ربنا يا أخوانا. إحدى ثلاث، إما أنه من الصالحين فعجل الله له، وإما أنه من المذنبين ليغفر الله له، وإما من غير ذلك مصر على ما هو فيه فكان له شأن آخر عند الله. فهي إحدى ثلاث، فماذا نحن فاعلون؟ ربنا أجل لناس الموت عشان تعتبر من اللي ماتوا، ربنا كتب لناس الحياة علشان خاطر تتعظ مما رأته بأعينها. مين السبب في حرج الناس دي؟ مين السبب ان الناس دي تموت محروقة؟ مين السبب ان الناس دي اهاليها يعيشوا في نكد وبكاء وعويل؟ مين السبب ان الناس دي تتعذب بكده؟ مين السبب ان الناس دي اتحرقت وماتت بتتعذب بالنار؟ بنعمل في البلد كده ليه؟ اهمال، كل الإهمال يتحاسب يا أخوانا. من أول رئيس الجمهورية لحد أقل إنسان في البلد مسؤول عن دوّة، كلنا أمام ربنا هنتسأل. اوعى تقول لفلان ولا علان ولا وزير النقل الراجل المجتهد ده اللي مشي وخلاص، اوعى تقول لأي حد، كلنا مسؤولين قدام ربنا. إذا رأينا قدامنا الفساد وسكتنا عنه مشاركين فيه، إذا رأينا لما نشوف ناس زي دي بتتحرق وبتموت ومش لاقي اللي يطفيها هتقولي لي ده إهمال. إهمال بفعل فاعل، أي حاجة الأيام هتثبت بكرة وبعده إن ده مش إهمال، إن كان أمور مترتب لها قبل كده، إن في ناس وفي إيد ما زالت بتخرب في البلد وهتثبت لك الأيام. احنا ما بيضحكش علينا، مش احنا اللي بيضحك علينا ابدا، احنا شعب وقفنا قدام النار وتحديناها، وقفنا قدام التتار والمغول وغيرهم، وقفنا لو صمدنا، وقفنا قدام المية وتحديناها، وقفنا قدام الطوفان والفيضان وما همناش، وقفنا بصدورنا قدام المدافع وما خفناش. مش احنا اللي هنخاف النهاردة، هتفضل مصر قوية بشعبها برجالها بحكومتها برئيسها بالمخلصين ليها، هتفضل قوية. ورئيس بيسلم رئيس بيسلم رئيس، وكلهم من أبناء الوطن، ما تخافوش على البلد. بس لازم نضرب بيد من حديد على كل مفسد، لازم كل واحد أهمل يتحمل النتيجة، لازم كل الرؤوس تقطع، لازم كل شيء
يكون له نهاية. ما كانش له نهاية النهاردة وقعد لتاني يوم هيبقى أفظع من النهاردة. لازم كلنا يا أخوانا نبقى إيد واحدة عشان نرفع من بلدنا ونحافظ على جيشنا وشرطتنا وشعبنا ومقوماتنا واقتصادنا. لازم نكون إيد واحدة قدام الظلم وقدام الفساد، واعرف إنه كله هيتحاسب قدام ربنا، كلنا هنتحاسب قدام ربنا، والمقصر هينال جزاء من ربنا إن عاجلا أو آجلا. نسأل المولى جل في علاه أن يكتبنا عنده من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم استر لنا عيوبنا، اللهم قض عنا ديوننا، اللهم ارحم شهدائنا يا رب العالمين، اللهم تغمدهم في رحمتك يا كريم، اللهم ألهم أهلهم السلوان والصبر يا رب العالمين، وصبر زويهم على ما هم فيه يا رب العالمين، واكتبهم عندك من الشهداء الصالحين يا كريم، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا يا رب العالمين، وحافظ على جيشنا وشرطتنا وليلنا وأرضنا وشعبنا يا رب العالمين، واكتبنا عندك من الصالحين. وصل اللهم على سيدنا محمد، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وإن شاء الله نصلي صلاة الغائب على كل من مات من مصر بعد الصلاة إن شاء الله تعالى.